في تاريخ الأمم والشعوب أيام وذكريات لا تنسى، سطرت بأحرف من نور، منها ذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث التضحيات العظيمة للشعب المصري وللجيش المصري الذي يقدم الغالي والنفيس من أجل حماية أراضي المصرية. في يوم العزة والكرامة نصر أكتوبر عبر الجيش المصري حالة اليأس والانكسار إلى حالة الأمل والانتصار، وقهر أسطورة إسرائيل اللي ظنت أنها لا تقهر، وحطموا خط بارليف وعبروا واقتحموا القناة وحققوا النصر وأعادوا الابتسامة لمصر. في شهر الانتصارات لسه مسيطرة علينا روح أكتوبر، منورني ومشرفني أستاذ يحيى مصطفى المحلل السياسي ومدير إقليم القناة وسيناء بالمجموعة 73 مؤرخين. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يحيى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. في البداية كده قبل أي شيء، 6 أكتوبر 73 بيمثل لك إيه؟ طيب في البداية كده اسمحي لي بس الأول نترحم على أرواح شهداء مصر كلهم على مر العصور، ونترحم على كل أبطال مصر اللي رحلوا عن عالمنا في الفترة اللي فاتت ما بعد العبور يعني. وبسم الله الرحمن الرحيم، هي 6 أكتوبر ما ابتدتش يوم 6 أكتوبر. أكيد 6 أكتوبر ابتدت من يوم 5 يونيو. ممكن أنت أستاذ يحيى، ما هو أنا أكتوبر. بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي يوم 6 أكتوبر من وأنا طفل صغير ارتباطي بيها في السويس. في السويس. ايوه ارتباطي بيها مش عشان انا بس من السويس، انا والدي بطل ابطال اكتوبر بالمناسبه، وكان هو يعني مع اللواء شهيد احمد حمدي اللي طبعا النفق معمول باسمه دلوقتي بقوا نفقين. أيوة. من ضمن المشروعات اللي بتتم يعني فعلا حقيقي. نفق احمد حمدي واحد واحد ونفق واثنين. احمد حمدي اثنين اللي هيخش بشكل كامل في والكوبري اللي استشهد فيه بالقرب من موقع النفق على فكره. بالمختصر كده احنا كشعب مصري يوم 6 اكتوبر هو الانتصار اللي خلى لينا تواجد في الفتره الحاليه وثقل، لان لولا الانتصار ده ما كانتش مصر هتبقى في اللي احنا فيه دلوقتي. يعني كل المشروعات اللي بتتم سواء بقى في سيناء او اقليم القناه كله، العاصمه الاداريه الجديده، كل اللي بيتم ده ناتج عن نصر اكتوبر. طبعا انا بالنسبه لي كنت بستقي الاحداث او بتفاعل مع اكتوبر مش بقى من الاعلام وبس، كان والدي بيحكي لنا زي ما يكون كل سنه كده يقول لنا كان بيحصل معانا 1 2 3، فانا كنت بنفعل ويمكن ده كان باب دخولي المجموعه بالمناسبه. طبعا المدارس بتقوم بدور بس بيتراجع، اللي هو مثلا كل سنه يوم 6 اكتوبر نرسم حاجه عن حرب اكتوبر، فاللي بيرسم بقى الخط الازرق وحفله ويمسكوا العلم حاليا في المدارس يعني، ويبتدوا الاطفال يجوا يسالونا واحنا مفروض بنجاوب وبنرد. واحنا من ناحيتنا كمجموعه برضو بنحاول نعمل ندوات بحيث ان الاطفال يبقوا عارفين، بناخد الابطال ونروح المدارس عشان يبقوا متعايشين وعارفين اللي كان بيتم ايه. طبعا في مصطلحات بالنسبه للاطفال الصغيره صعبه صعب عليهم وللكبار والله، وفي احداث كمان حصلت بتبقى صعبه على الاطفال، ولكن ممكن يبقى انفعال الابطال وتاثرهم بالحدث لان الحدث كان كبير. احنا ممكن واحنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم كلام عادي، لكن اللي في معركه الخمس دقائق بيبقى حياة تانية. الخمس دقايق في ظل معركة وضرب ودبابات وطيران وقصف مدفعي وكلام من ده كله، ده بيبقى موقف صعب يعني. احنا ممكن ما نستوعبوش دلوقتي وما نتخيلوش دلوقتي، ولكن دي بتبقى مواقف صعبة هم عبروا او مروا بيها، وادى اللي عملوه ده التضحيات اللي بذلوها والدم اللي تم بذله في سبيل رفعة الوطن كان الناتج بتاع اللي احنا فيه دلوقتي. مجموعة 73 مؤرخين، التسمية مشاهدينا جاها من المجموعة 39 قتال للشهيد إبراهيم الرفاعي. الفكرة بدأت إزاي أساسا؟ لمجرد أن والد حضرتك من أبطال أكتوبر، والد أستاذ أحمد مؤسس المجموعة من أبطال أكتوبر، الفكرة جت إزاي وجمعتوا على بعض إزاي؟ لا هو الأساس طبعا أنا كنت بره الموضوع التكوين الأولي عشان بس يعني دي أمانة يعني. كان الله يرحمه اللواء طيار محمد زكي عكاشة، والله يرحمه الكاتب الصحفي جمال الغيطاني، وأحمد زايد ومجموعة من الشباب. كان الكلام ان العدو بيدعي على الانترنت، وكان الانترنت حديث الظهور، ان هم انتصروا في حرب اكتوبر. ايوه فكان لازم حد يتصدى ليهم، وبما ان الكلام ده كان في 2005 2006
يعني فيما هو عبال ما قادم. كوننا 2008. عقبال ما كنا كان 2008 طبعا الفكره اختمرت لما هم بيتكلموا قالوا طب انتوا شباب استخدموا الانترنت وابتدوا اشتغلوا. انا بالنسبه لي بقى كنت متابع في 2008 مع اول تواجد لموقع المجموعه 73 مؤرخين على الانترنت. انا رحت انضميت كعضو عادي وصيغت القصه بتاعت والدي ورحت باعتها ليهم. وبعدين لما بعت القصه بتاعت والدي طبعا هو برضو في قبل والدي جدي كان مصاب في 67. جدي كان في البوليس كان في المطافي وكان بيكافح في الزيتيات حرائق الزيتيات بعد القصف اللي كان بيحصل في السويس طبعا عشان العدو يعني عدو مش عادل يعني كان بعد ما بيضرب الكلام طبيعي. ده هم كانوا رايحين يكافحوا النيران راح عمل عليهم قصف جوي تاني فهو كان اتصاب جدي. المهم فالاساس موجود من البدايه يعني. نرجع يعني لما عملت القصه وبعتها للمجموعه 73 ونزلت اتذاعت في الموقع وريتها حققت لوالدي. لا مشاهدات. لا لا مش الفكره مش كده مش ده التارجت بس انا لما وريت القصه لوالدي هو فرح. انا شفته في عينه نظره حس بان في حد فاكره يعني حتى لو كنت انا بس لما شاف الكلام ده انا بقى النظره دي استثارتني خلتني محتاجه اشوفها في عين كل بطل بقابله واصريت بقى ان انا التحق بالمجموعه 73. تواصلت بقى مع استاذ احمد زايد وفي اول دفعه متطوعين بفضل الله كنت موجود والموضوع الاول كان مقتصر على السويس بس. تمام طبعا ابتديت بابطال السويس وابطال المقاومه يعني عبد المنعم قناوي الله يرحمه احمد عطيفي وفي البطل محمود بس محمود عواد ما لحقتوش وفي محمود طه هو سجلت مع احنا ما ابطال بنلحقش المقاومه. كتير لا هو للأسف من واقع أعداد كبيرة أوي بيتوفاهم الله لما بتروحوا تأكدوا عليهم المكالمة التانية إن أنتوا هتزوروهم. كان ساعات بيحصل الموقف ده طبعا موقف صعب جدا بس يعني هنقول في الاول وفي الاخر هو يعني احنا يعني في ناس كانت بتلومنا بتقول لنا انتوا جايين دلوقتي بعد كام و40 سنه تدوروا علينا او بعد 40 سنه. هي الفكره كلها يعني احنا كشباب مش ده جهد ملتزمين تطوعي. جهد تطوعي والقصه كلها يا ريت احنا نلحقهم فعلا يعني. انا واحد من الناس لو اطول اسافر لغايه اسوان اسجل يعني ابطال الصعيد انا مدين ليهم باعتذار لان احنا مش قادرين نغطي المنطقه دي. طبعا احنا عندنا المجموعه 73 مؤرخين القوه الاساسيه بتاعتنا موجوده في القاهره استاذ احمد زايد ومعاه مجموعه من الزملاء. عندنا مكتب اسكندريه برضو فيه استاذه منال وفيه استاذ احمد حسني. اقليم واعتقد القناه استاذه وسيناء. منال نورتنا في انتصارات اكتوبر في سنه من السنوات على شاشه قناه القاهره وكان ليا شرف اللقاء بيهم. تمام. انتوا بتعملوا توثيق ازاي؟ احنا بنروح لبطل بيكلم الحرب فات عليها سنين قد تسقط من الذاكره بعض الاشياء. ازاي اخد المعلومه واتاكد ويكون في عمليه توثيق ليها بحيث ان انا لما اخش عليكم اتابع حاجاتكم ده ابقى معلومة موثقة. متاكده ان في تدقيق وتوثيق. هي البداية ان احنا اصلا بالفعل بنبقى قاريين الكتب بتاعة القادة. دي البداية لازم يبقى عندنا فكرة عارفين القصة ماشية ازاي. تمام. وبعدين بناخد روايات الابطال الثقات القادة الثقات اللي هو بيقول رواية متأكدين منها وهي الرواية الرسمية المعتمدة. الباقي بيجي بالبازل بمعنى ايه؟ زي البازل بالظبط. احنا دلوقتي فلان قال انا كنت في الحته الفلانيه وبعمل كذا بعمل كذا دي ما هو كان جنبه فلان فلان فالبطل ده شاف البطل ده بيضحك حتى ممكن ما يكونوش عارفين بعض بس لما يقول ده انا السريه اللي جنبي ولا الكتيبه اللي جنبي عملت كذا كذا بيطابق الروايه اللي اتقالت من الكتيبه اللي جنبه. احنا بالفعل عاملين ما يشبه البازل بالظبط كاتبين ان هنا كان في الكتيبه كذا بالتحركات بتاعتها كانت كذا طوال التطور بتاع المعركه. اي حد بيحيد بقى في الحكايه لان مع الاسف ممكن يحصل يعني حد يقول طبعا احنا بحكم السن كمان هو كل بالنسبه لنا من وجهه نظرنا كمجموعه 73 كل اللي شارك في حرب اكتوبر بطل طبعا وعلى راسنا من فوق وكل اللي من اسرهم ابطال ايضا. لا يعني يعني لا لا خليني انا دايما متحيزه جدا لحرب اكتوبر ولرجالنا واللي من اسرهم كانوا ابطال. الام اللي قاعده في البيت وزوجها دي بيحارب على حقيقه الجبل دي دي حقيقه ام الابطال. دي حقيقة يعني. هو طبعا لو قلنا النواة الأساسية للجنود والضباط يعني زي ما كان الرئيس بيتكلم بيقول الجيش والشعب هو الجيش والشعب ما هو نفس اللحمة أو هي يعني نفس أصل مننا فينا. يعني ما هو أنا بخش الجيش بقيت في الجيش خلاص جندي مقاتل للوطن وحتى وأنا بره وأنا بره الجيش أنا جيش حتى وأنا بره الجيش أنا جيش أنا كده كده بدافع عن بلدي مش شرط بقى أدافع عن بلدي بسلاح وده اللي احنا بنعمله بقى في المجموعه. يعني احنا في المجموعه بنحاول نتصدى للاكاذيب اللي بيتم ترويجها. طبعا التقدم والتطور مع الاسف الشديد والتمويل
لا، ما احنا قصه التمويل دي، ما احنا قلنا لحضرتك لا، ان هل احنا الجانب الآخر حضرتك بتتكلم عن التقدم والتطور للجانب الإسرائيلي في الكثير من الأكاذيب وبيبثوها كأنها حقائق عن حرب أكتوبر هو كبير وهائل. والانتاج فأنتوا بتاعهم كمان، لا الانتاج بتاعهم متطور بشكل يعني يجذب المشاهد ويبقى مقنع. احنا يعني مثلا لو قلنا فيلم الممر، احنا ليه ما عملناش زي الممر قبل كده؟ وعندنا احنا عندنا من القصص اللي انتوا تعرض. عندكم فيلم 418، تمام، فيلم أبابيل، ما الافلام دي حقيقة الضربة الجوية، احنا وكان فيكم عملناها، كتير، أنا سامعة فلوس احنا كتير. عملناها مجهود ذاتي، ولكن يعني مثلا ما اتذاعتش في التلفزيون المصري، ولو ان احنا قلنا قبل كده ان احنا نقدر نهدي الحاجه دي قدمتوا للتلفزيون إهداء للتلفزيون المصري ما والهيئة اتذاعش، بس الوطنية؟ يعني بس انا الكلام ده كان فتره سابقه. تمام، ولكن في الاول وفي الاخر الانتاج ده مش واقف على دول، احنا عندنا من القصص الواقعيه كتير جدا، يعني نقدر ندعم اي حد يقدر يمول بالانتاج بالقصه اللي هي هتحقق كمان. يعني الناس فعلا فرحت بالممر، والنجاح جدا. بتاعه على المستوى الجماهيري وممكن التجاري كان عالي جدا، فنقدر نعمل من ده كتير. وعندنا القصص واقعية والأبطال الموجودين وعلى قيد الحياة، نقدر إن الكلام ده يعني نعمله ويبقى منتج بالنسبة لنا وطني 100%، ويبقى حاجة أثر وتراث على مر الأجيال. فيلم يبقى فيلم حربي مصري واقعي، لأن طبعا فيلم وطني يا سيدي، بلاش حرب. الفيلم بتاع الممر على الرغم من جماله، إلا إن الحدث الوحيد اللي يعتبر حقيقي حصل فيه هي خناقة السنترال. باقي الفيلم اللي حصل في الحقيقة أقوى من كده بكتير، يعني اللي حصل في الفيلم لا يعني أقل من الواقع. الواقع كان البطولات اللي تمت بطولات كبيرة جدا. يمكن كنا قبل الهوا بنتكلم النهاردة، أنا عن كنت بقابل البطل علي البطل حمود، علي علي حمودة، في الكتيبة 83 صعقة. كنا بنتكلم اتفضل. عنه. هو يعني أنا مش هحكي عن بطولته، تمام، أنا هحكي عن بطولة هو حكاها، لأن طبعا صاحب البطولة مش موجود ومش عارفين اسمه. يا هم ركبوا 21 بطل صاعقة، ركبوا الطيارة الهليكوبتر، طلعوا من الزعفرانة رايحين على وادي فران في سيناء. تمام، بيقول مجرد ما وصلوا للشاطئ كان في تبة اللي هي بقى الشط نفسه، فيا دوب بيطلع بالطيارة لقى في مدفع رشاش ضرب على التيار. يعني هو التيار بمهارة يعني، وده برضو دليل ان الطيارين عندنا على كفاءة سلاح عالية يعني. الطيران عندنا ايه؟ تفادى الضربات وبعدين لف ضرب المدفع ده واللي كانوا فيه ومشي على وش الارض. ده بشهاده البطل علي علي حمود، حمودة علي، فضل يناور على مسافه يعني قريب قوي من قريبة من الارض الأرض. ويناور بين الجبال لغايه لما راح بيهم في مكان امن للهبوط، نزل ال 21 بطل وسابهم ومشي في اتجاهه لتاني للمكان اللي هو فيه، غالبا هيرجع تاني في اتجاه بقى مصر. كان على بعد منهم 4 دبابات بعيد عنهم خالص. الطيار من نفسه وهو بدل ما يمشي، وكان خلاص هو أدى مهمته، لف حوالين الجبل وجه من ظهر ال4 دبابات وراح ضربه بتكليف ذاتي، يعني هو هو مهمته ده تمت. سر نجاحنا. ايوه، هو اتقال لك احنا حاربنا اكتوبر باسلحه تقليديه قديمه ولكن بطريقه جديده ومختلفه. السر اللي حير العالم كله هو احنا المقاتل المصري. هي دي الروح استاذ يحيى. ما هي هنرجع تاني ونقول الأسرة، هو اللي بيحارب طالع من أسرة وبيحط نفسه جوه أسرة. يعني عايز أقولك إن الأم في البيت لما كان ابنها بيجي أجازة كانت بتعمل أكل ليه في فترة الأجازة، وبتعمل له أكل ياخده لإخواته هناك في الجبهة. هي كانت بتقول له كده، الأكل ده لإخواتك هناك عشان يجي، هم كلهم كانوا عايشين الحياة دي إخوات، هنعيش سوا، وطبيعة هنستشهد الأكل سوا. اللي هياخدها غير اللي في البيت، في البيت هيقضوها بأي حاجة، هما مش بيحاربوا. ده أنا أكيد، أنا يعني متخيل، أنا ما عشتش ده، البط بس أنا والرز بقى. متخيلة كأم يعني لو هعمل كده لابني البطل أنا هعمل بقى الأكل اللي هو كله فيه ديهم طاقة وقدروا يحاربوا. إحنا ناكل أي حاجة، ماله الفول هي والطعمية. اللي أهم من نوع الأكلة الحب اللي بيتعمل بيه الأكل. ده يعني هي حقيقي. الفكرة كلها، الفكرة كلها في الإخلاص في كل حاجة. اللي بيعمل أي عمل في الدنيا بإخلاص بينعكس الكلام ده. كلمة مثلا الله أكبر هي طلعت على فكرة بدون تخطيط، تلقائية، طلعت سبحان تلقائية الله. وكانت بإخلاص، وكان بيقولها للمسلمين والمسيحيين، أيوة. وكان يعني الحماسة اللي بيعملوا بيها، يعني مثلا كل حاجة كانت معمولة بدقة وبتخطيط. زي مثلا كلمة الرئيس النهاردة لما كان بيقول على السوشيال ميديا، كان بيقول إن كل حاجة كانت متخططة، فعلا كل حاجة كانت متخططة ومدروسة. وكان في يمكن برضو اللي هو الشاذلي لما كان طلع في التقرير في اللي احنا التقرير كان سمعناه، بيقول ان كل حاجه كانت مكتوبه، فعلا كان في حاجه اسمها التوجيه 41، ده كان كتيب صغير قد كده 200 صفحه
بيتكلم في كل حاجة، العسكري ازاي يشرب، ازاي يتحرك، ازاي يلبس، ازاي يتعامل مع اي حاجة، طيارة، دبابة، ازاي يتعامل مع اي حاجة، اي حدث ممكن يحصل، ازاي ياخد الدش بتاعه، الزمزمية الصغيرة اللي قد كده، كل حاجة، ازاي يتوضى وازاي يصلي وازاي يستعمل سلاحه وازاي وازاي وازاي. 200 صفحة انا كنت اتمنى ان يفضل التوجيه ده موجود لغاية دلوقتي، حتى يعني هيفيد المدنيين. احنا يعني هنحاول ان شاء الله ننشره قريب يا ان ريت شاء الله، بس يا يعني ريت يا ريت. بنصيغ طريقة معينة لعرضه يعني. ولكن انا كنت اتمنى ان يبقى موجود لغاية دلوقتي، لان في عصارة خبرات سنين، يعني ان كان بقى التوجيه المعنوي وقتها او الشؤون المعنوية حاليا هم اللي كانوا عملوا الكتاب الكتاب، او كان توجيهات الشاذلي. ف انت فكرتني وانت بتتكلم واحنا بنقرا عن حرب اكتوبر، كان الرئيس السادات ليه مقوله، طبعا الاعداد لحرب اكتوبر اخذ الكتير، طلب من كل واحد في القوات المسلحه ان يقدم فكرته وخطته للحرب يخشها ازاي. وبناء عليه كان ليه مقوله برضو الرئيس الراحل انور السادات، ان كل جندي في حرب اكتوبر هو ساهم في التخطيط للحرب. صحيح، وهي الفكرة كلها كانت يعني عايزين نرجع للنكسة. النكسة لو كان تم مش الانسحاب يعني مش الانسحاب زي ما تم، كان تم انسحاب مخطط، كانت ممكن سيناء ما تقعش وممكن الإسرائيليين ما يقدروش يقتحموا أو يستولوا على سيناء. لأن اللي حصل طبعا هو إيه اللي حصل عشان تحصل النكسة أصلا؟ 56 حصل العدوان الثلاثي، إسرائيل اجتاحت سيناء والفرنساويين والإنجليز دخلوا قناة السويس، كانوا بيحاولوا يقتحموا مثلا أو يحتلوا بورسعيد وإسماعيلية والسويس. حصلت المقاومة في بورسعيد، أصبحت هزيمة سياسية، انسحبوا الفرنساويين والإنجليز. في اتفاقية حصلت بسماح للملاحة بالنسبة للإسرائيليين عن طريق خليج العقبة. لما جه جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر قفل المضايق، فده كان أذان بإعلان حرب بالنسبه لهم، واحنا عارفين ان كان هيبقى فيه ضربه. ما احنا هنتكلم يعني برضه عشان احنا بنتكلم في تاريخ فبنقول حقائق، فالمفروض هما بيقولوا الالم السابق غالب بالبلدي، فانا عشان الالم زي ما احنا عملنا في 6 اكتوبر كان المنا احنا سابق، سابق والضربه بتاعتنا توالتهم حرفيا. الساعة 2 الظهر اللي ما ما هو فيش مش حرب بتبقى في هيتوقعوا، مش التوقيت ده لازم اول أبدا ضوء او اخر يعني، ضوء، ويوم عيدهم لازم اول ضوء او اخر ضوء، ده اللي متعارف عليه. في الحروب. لكن أيوه اختيار الساعه 2، وبعدين بالنسبه لنا احنا مش الجبهه السوريه، لا بالنسبه لنا احنا الشمس في عين العدو، وهو ده كان برضو من ضمن الاختيار. تمام، وغير متوقع، ويوم عيدهم، وفي نفس الوقت طبعا هو كان واحنا في بنودي ناس عشان حج وعمرة وجنودنا بيمصوا المفروض، القصب على ما الشط وبيلعبوا هو كورة، المفروض ده برضو النسيان، هو كله ده. المفروض النسيان، بس فعلا كان في جنود مكلفين ان هم يعني دليل على التراخي، أيوة قاعدين بيمصوا قصب وناس بتعوم في مية القنال. كان في إفتاء ان هم يفطروا ما هو ومصرح الافتاء ليهم جه ما عشان الحرب، بالفطار، ولكنهم المعظم يقال ان هم كانوا صايمين وبيحاربوا هم صايمين. هو طبعا فعلا انا المعظم صام، بس انا اقصد ان يعني ايه كان الحاله بتاعت الخداع الاستراتيجي، مش بس في الحاجات دي، ده حاجات كتيره جدا. يعني مثلا المعدات اللي تم استخدامها في فتح السواتر دي عشان تيجي مصر جت على اساس انها مثلا معدات زراعيه لشركه ايوه معينه، ايوه من فالتخطيط، ألمانيا على ما أتذكر يعني. القوات اللي اتحركت من الخطوط الخلفيه او بعيد عن القناه عشان تتحرك وتتقدم للقناه، بعيد بقى عن انها تترصد، الجاهزيه اللي كانت يعني موجوده. احنا دلوقتي واقفين على خط النار مستنيين بس ساعه الصفر. طبعا اغلب الجنود يعني ما كانوش يعرفوا ان الحرب الساعه 2، يعني في ناس فوجئت ساعتها. تمام، ولكن القاده حسب بقى الرتبه، يعني مثلا كل ما كانت الرتبه كبيره هو عارف ان ساعه الصفر قبلها مثلا بيومين، الرتبه الاقل عارف قبلها بيوم واحد بيعرف، وهكذا. وهكذا. فالمفاجاه بالنسبه لهم يعني، او الحرب نفسها كانت اقل من التدريب. بالمناسبه احنا يعني عايزين نرجع نقول ان التدريب اللي القوات المصريه اتدربت عليه كان اقوى فعلا من الحرب. وانا عايز اقول لحضرتك الاكتر من كده، احنا دلوقتي النهارده ابطال اكتوبر كلهم اللي بقابلهم بدون انا مش بجامل بيقولوا لي احنا لو قعدنا على سلاحنا دلوقتي هنتعامل معاه بنفس الكفاءه. هو بيكلمني بحماس وباخلاص وانا حاسه. فمجرد ان لو يعني، وهم كانوا حتى اكتر من مره يقولوا ايه يعني احنا عايزين نفدي اولادنا اللي في سينا دلوقتي، خدونا نروح نقعد احنا في سينا نحارب، احنا كده كده هم بيقولوا احنا كده كده خلاص مش عايزين حاجه من الدنيا، وهم من حبهم لبلدهم احنا نفدي اولادنا، تعرف عودونا او دربونا على السلاح الجديد واحنا كل حاجه في اكتوبر قصه، يعني قصه رفع العلم اول ما عبر، واول واحد رفع العلم انا اسفه ان انا مش متذكره اسمه حاليا، كان ازاي بيتم اصابته ويقوم ويقف عشان يرفع العلم الى ان توفاه الله، فاصدقائه اول ما عبروا شافوا الهدف ده،
لا تقطيع العلم الإسرائيلي دي كل حكاية قصة، يعني رفع العلم فيه قصص كتير هو كل حكاية قصة. رفع العلم كان طبعا موجود على اكتر من نقطه. يعني هو لما حد يقول انا اول حد أول رفعت، علم تم رفعه لما حد يقول انا اول حد رفعت العلم، هو طبعا اول في حد رفع العلم نقطته في في القطاع بتاعه، تمام، لكن كمان الكلام ده تم لان العبور كله طلع، ف على كل على اقتحام القناة الجبهه يعني كلها. حاجه 160 كيلو ولا حاجه، يعني جبهه قناه السويس كلها. طبعا هو المفروض ان من بعد بور فؤاد، من بعد راس العش لغايه ما نوصل للسويس، تمام، او مقابل لسان بور توفيق، كل المكان ده كله كان فيه اقتحامات. قول لي بقى ردود الفعل على انتاجكم، زي ما انتوا عندكم فيلم واحد اللي فيه جزء دراما ودفعته قرب المليون جنيه بجهودكم انتوا بتلموا وبتعملوا بامكانياتكم، ردود الفعل ايه؟ سواء على الجانب الشعبي المصريين او من قواتنا المسلحة. طبعا هو الفيلم بالنسبة للقوات المسلحة كان تم إذاعته أو عرضه، وتم تكريمنا عن طريق الدفاع الجوي قبل كده. الفريق الطراز كان كرم المجموعة اللي كانت قايمة يعني على الفيلم. طبعا أنا ما كنتش شرفت بالتكريم ده، ما كنتش لسه التحقت رسميا بالمجموعة. والصدى بتاع الفيلم يعني كان اتعرض في أكتر من مكان ليه علاقة بالجيش، وكان في يعني تفاعل جيد. طبعا احنا الصدى الحقيقي بقى بالنسبه لنا التفاعل بتاع المشاهدين او المتابعين لينا. الناس مبسوطه بالفيلم وعايزه يعني ما عايزة يشبه، تاني. عايزه ما يشبه الفيلم ده. احنا طبعا كده كده كنا يعني محضرين افلام كتير بالفعل، بس برضه هنرجع نصطدم ميزانية. بحته التمويل، لان موضوع التمويل ده صعب، صعب جدا. ويمكن كان حصل تواصل مع بعض المنتجين، اسماء لامعه يعني، بس ساعتها كان الكلام ده قبل فيلم الممر، مش هيكسب، لان اللي كان مشهور وقتها بقى الاغاني اللي بتظهر في الافلام، يجيبوا مطرب مثلا شعبي يعمل فيلم، فده اللي كان بيكسب في الفتره دي، فكان موضوع تجنبوا للموضوع ده. طرق الأبواب في كل حاجة مش بس في الحملات الانتخابية والذن بيجيب نتيجة، أكيد المنتج ممكن عشان يزهق يعني خلاص زهق منكم، طب أنا هنتج لهم الفيلم ده عشان يسكتوا ويسيبوني، نجرب هو نعمل انا التكتيك ده. ليا وجهه نظر شخصيه، اتفضل. وجهه نظري ان شغلي هو اللي يتكلم عني، بمعنى ان حتى لو احنا دلوقتي ما فيش حد شاف او اهتم او تفاعل مع الموضوع، الا ان احنا شغلنا واهمية الموضوع، لان القصة كلها احنا مش بنتكلم اكتوبر عشان خاطر نحتفل كل سنة ب 6 اكتوبر، هو اكتوبر كل يوم على فكرة. ده يعني حقيقي. احنا المفروض في تحدي كل يوم، سواء على المستوى الشخصي، يعني كل مواطن مصري المفروض يبقى عنده تحدي ينتصر عليه، او كمستوى شعب، والمفروض ان احنا نرفع من وعينا كشعب، عشان احنا المفروض نستحق ان احنا نبقى في مكانة اعلى من كده بكتير. وعينا قضية الوعي نقلتلنا ليها، واللي بيأكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في معظم لقاءاته، وزي ما أكد إن إحنا المفروض إن إحنا نكون على قلب رجل واحد، هو ده اللي هيقدر نخلينا ننتصر. أنتوا بتقوموا بجزء كبير في قضية الوعي، قول لي بقى اللي علينا إحنا إيه تاني علشان يكون الوعي ما بيننا هو الطبيعي والسائد. هو في البداية المفروض ان انا كمواطن او انا كشاب مثلا، لان طبعا هو احنا بنستهدف الشباب، تمام، والأطفال من سن 8 سنوات، ما هم أنا دول، شفت ما هم ليكوا ده الاطفال دول شباب برضو. يعني احنا شباب المستقبل. يعني هي الفكرة تمام. كلها ان انا المفروض كولي امر ازرع في ابني يدور على المعلومة ويدور على المعلومة الصح. يعني مع الاسف انتشار التكنولوجيا المفروض انها ميزة، بس هنلاقي الاولاد بتدور في جيمز، بتدور في افلام، بتدور في حاجات ممكن تكون بتضيع وقتهم مش مفيده. لكن ايه اللي يمنع؟ زي ما طبعا احنا الفتره بتاعت الكورونا كلنا اتجهنا للتكنولوجيا، ان كنا مثلا بنعمل مؤتمرات، ان كنا بنعمل حاجه عن طريق الانترنت، دراسه عن طريق الانترنت، فالانترنت وسيله ممكن تبقى فعاله جدا للوعي. انا ممكن اخش ابحث على معلومه واعرف، انا ما بقولش مثلا مش بعمل دعايه لمجموعه 73، بس فعلا احنا كمجموعه 73 اي باحث في المجال بتاع حرب اكتوبر هيلاقي عندنا غايته وهيلاقي عندنا هدفه، واي حد عايز يستزيد في المعلومات احنا عندنا اكتر من منصه. يعني احنا عندنا الويب سايت بتاعنا مجموعه 73، اي حد هيخش على جوجل يكتب المجموعه 73 هيلاقي الويب سايت. مجموعة 73 مؤرخين ولا مؤرخين، المجموعة 73 بس؟ هي لو كتب كلمه المجموعه 73 هي هتطلع مؤرخين. هتكمل معاه مؤرخين على طول. أيوه. تمام.
موجود عندنا المفروض صفحات، صفحتين للفيسبوك، لان قبل كده الفيسبوك كان قافلنا صفحه فعملنا صفحه احتياطيه فبقى عندنا صفحتين. عندنا منصه على اليوتيوب برضو، اليوتيوب كان قافلنا قناه، رحنا فتحنا قناه احتياطيه فبقى عندنا القناه الاصليه والقناه الاحتياطيه، بعتنا لهم تاني عشان يفتحوا الاصليه. طبعا هي المشكله ان احنا محتوانا خطير، بمعنى ايه؟ احنا بنبث الوعي ضد مين؟ فهم عندهم الاله الاعلاميه والاله هذه اللي ليها جبارة. فيعني هو مسيطر، اي حاجه انت دلوقتي بتهينه بشكل او باخر. احنا بنحاول نصيغ الموضوع. الآلة الإعلامية اليهودية، علشان نكون محددين واحنا بنتكلم، وكل دارسي الإعلام واحنا بيدرسوا لنا ألف ب إعلام بيقولوا لنا إن الإعلام اليهودي مسيطر بشكل أو بآخر على الإعلام في العالم، فاللي أنتوا بتعملوه ده جهاد آخر وحرب أخرى. والله والله هو يعني الواحد مش عايز يقول على نفسه بيحارب عشان محدش يعتقد ان احنا بنحاول نظهر نفسنا ابطال، بس لا احنا بنبذل الجهد. ويعني انا هتكلم برضو على مستوى المجموعه، او هتكلم على مستوى نفسي مثلا، المستوى الشخصي، انا واحد من الناس يوم اجازتي مثلا بدور عربيتي، بسافر اسماعيليه او بورسعيد عشان او نلحق أبطالنا. دمياط او بروح الشرقيه كمان. يعني انا اقليم القناه وسيناء، بس بروح دمياط وبروح الشرقيه طبعا، شمال وجنوب سيناء بروح برضو احيانا. يعني في مره سافرت الفيوم لان ابن بطل كان كلمني قال انا من سنه تواصلت مع الفريق بتاع المجموعه في القاهره، واحنا اغلب يعني اغلب الابطال بالنسبه للقاهره بنقابلهم في المقر عندنا، مقر المجموعه 73 في القاهره، فبيبقى صعب على الشباب اللي موجودين ان هم يتحركوا. انا بقى طلعت من السويس رحت الفيوم، سجلت مع البطل ده في الفيوم. طب قولي بقى، انت سجلت مع كتير، وانتوا عموما ايه اللي خدتوه من ابطالنا في اكتوبر؟ ايه الحاجه اللي اتغيرت فيك انت بشكل شخصي؟ وانا عارفه ان والدك وجدك ولكن بعد هذه الجوله من 2008 لغايه 21، ايه اللي اتغير فيك؟ وكانوا هم السبب، كانت مجموعه 73 مؤرخين هي السبب. لا هو يعني عشان ابقى امين مع نفسي، هو الحمد لله رب العالمين، يعني ممكن يكون الواحد جواه محارب، بس المحارب ده بقى اقوى. انا كل ما بقابل بطل بستمد الطاقه الوطنيه بتاعتي منه، يعني بزود الشحن بتاعي، يعني بقعد مع البطل وهو بيحكي لي المواقف دي بتبقى مواقف مختزنه ومكتسبه. شفت شبابنا ازاي؟ شفته بشكل مختلف؟ شفته بزعل، يا انت متدلع قوي كده، ما تجمد وانشف، في الدنيا بزعل محتاجه بزعل، لان الشباب مع الاسف الشديد مش مستوعبين الرفاهيه اللي هم فيها دلوقتي. يعني الفتره اللي كان فيها ابطالنا 18 و19 و20 سنه، سواء رجال كانوا جنود كانوا رجال فعلا، وكانوا يعني مثلا ممكن يبقى البطل بيطلع في الاجازه يشتغل عشان يساعد بيته واهل بيته، واقف على الحدود او بيحارب او واقف على الجبهه، اسد اسد بمعنى اسد، وبيحارب وخلاص مش شاغل باله بالدنيا دي كلها عشان خاطر برضه بيحمي اللي في بيحمي اهل بيته وعارف هم القضيه. احنا دلوقتي عايزين نغسل العار ونشيل العار ده، نعبر بيه قناه السويس واحنا بنقتحم، وفي الاخر بعد العبور ده كله تمام، خلاص هو حصل بقى حقق النصر، فيفرح كل اللي وراه في الجبهه الداخليه. طيب قول لي، خلينا نقول ان الشباب ما بيتابعوش، ما عندهمش روح وطقطان على الحاجات الطويله. تمام. فلما هتقدم لهم ماده عن حرب اكتوبر مدتها طويله ممكن ما يهتموش. موضوع بقى ان انا اقدم المعلومه في كبسوله في دقائق، ايه اخبارها؟ ما هو ده بيحصل بالفعل. احنا عندنا اصلا يعني غير طبعا المواضيع المكتوبه، تمام، في مواضيع مرئيه، الفيديوهات اللي احنا بنعملها، فالفيديوهات ممكن تبقى في فيديوهات قصيره ممكن يشوف منها الكبسوله اللي هو عايزها، يدور يعمل سيرش على الموضوع او المعلومه اللي هو عايزها. القناه بتاعت اليوتيوب بتاعتنا اللي هي القناه الاساسيه هيلاقي عليها فيديوهات كتيره جدا، ممكن يوصلوا ل 1000 فيديو متنوعين، هيلاقوا فيها حاجات كتيره جدا جدا جدا. كمان كنا عاملين حاجه زي الكبسولات اللي حضرتك بتقولي عليها، عباره عن صوره لكل بطل ومختصر كده عن سيرته، عمل ايه البطوله اللي قدمها. طبعا الكلام ده يعني برضو كان الزميل احمد صادق هو اللي كان قام بالمجهود ده، فبرضو لازم نذكره. يعني الشاهد احنا بنحاول بقدر المستطاع ننوع القصه بتاعت معركه الوعي دي، لان كمان مش الموضوع مش مقتصر بس على ان احنا بنعمل حاجه على اليوتيوب او ان احنا بنعمل مثلا موضوعات على الفيسبوك، لا احنا كمان بنعمل ندوات في المدارس. أيوة. وكمان بنعمل ندوات في الجامعات، وكان غير طبعا الرحلات اللي بنعملها للاماكن اللي هي زي مثلا تبت شجره وعيون موسى، في سواء في اسماعيليه او في بورسعيد او السويس او في اي اماكن حربيه. يعني بورسعيد في المتحف الحربي،
تمام. في قريب رحله احنا منظمينها يوم 23 اكتوبر اللي جاي دي، رايحين فيها عيون موسى في السويس، هنزور الجيش الثالث ومقابر الشهداء هناك وهنطلع على هناك. وبالمناسبه الرحلة مين اللي بيروحها بقى؟ طلابنا في المدارس وانتوا بتحكوا، او الجامعات وفي حد بيحكي وبيوضح وبيفهم، ولا الحكاية ازاي؟ الرحله الاساس اللي احنا بنستهدفه طبعا لازم يكون معانا من الابطال، تمام، ومع الابطال بيبقى موجود معانا اسرهم، وكمان بيبقى موجود معانا طلاب، وممكن شباب، مش شرط يكونوا طلاب، يعني طلاب وشباب. شباب زي مثلا لا يعني عز الشباب. ف احنا بنشوف بقى في عيون الشباب اللي جاي لما بيلاقي البطل عمال يحكي بحماسه وكانه بيحارب في اللحظه دي، بيقول انا كنت هنا بعمل كذا وهنا بعمل كذا وهنا بعمل كذا، بينعكس على الشاب ازاي، وخصوصا ان هو واقف عارف ان هو واقف في ارض الدفع ثمنها دم غالي جدا، دم الشهداء اللي كان هناك، يعني بيستشعر اهميه المكان، وده بقى بيخليه ينعكس الكلام ده على وعيه، لا ده انا الارض غاليه والدنيا دي يعني مش سهل ان احنا نحافظ مثلا على مكتسب زي كده، يبقى انا من دلوقتي لازم اكون بقى جندي، طبعا عن طريق بقى ان هو مثلا ما يتاثرش باي حاجه سلبيه، يتاكد من الاشاعات، لان دي برضو من حروب الجيل الخامس والسادس، الاشاعات اللي بتنشر على الانترنت، والكلام ده برضو من ضمن معركه الوعي، مش صحيح. اي كلام يتقال، في جهات بتحب يعني ترمي معلومه كده تبقى مش صحيحه او تهز الثقه في القياده مثلا، انا المفروض ابقى منتبه للكلام ده كله، الفكره مش فكره احنا بنتكلم في حرب اكتوبر وقفنا عندها، احنا بنتكلم لغايه دلوقتي، ما هو الوعي ليه؟ لما انا مثلا التوجيه 41 اللي كنت بتكلم عليه ده، ما هو كان برضو يعني لو حصل ان انت هتستسلم او مش هتستسلم، لو حصل ان انت اتأثرت ما تقولش سر، انت هتعرف بنفسك وخلاص وتسكت على كده، فانت يعني لو في اشاعه مثلا اترمت، في جواب اترمى ليك، كان في جوابات بتتعمل دعايه سلبيه يقول له يا جندي يا مصري اثناء فتره الحصار مثلا، استسلم عشان خاطر ترجع لبيتك واهلك بامان، وي وي وي، انت لو سبت نفسك وسلمت نفسك للهزيمه النفسيه دي هتبقى مشكله، فلا كان الجندي المصري عنده الوعي وعنده الخبره ان هو يتعامل مع الحاجات دي بكل ثقه، وده اللي احنا عايزينه دلوقتي من شبابنا، اي معلومه يلاقيها على الانترنت، لان اي حد ممكن يصير اي حاجه، صحيح، يقدر يفلترها من نفسه ويقدر يتعامل معاها بحيث ان هو يوصل لقرار ان لا المعلومه دي مزيفه، المعلومه دي مش حقيقيه، ويبقى عنده الثقه في القياده السياسيه، يعني احيانا بيحصل ان ممكن يكون في قرار بيتاخد هو مش فاهم فيه ايه، ابعاده كامله، هو مش الصوره فاهم فيقول كامله. لا وانا معترض لا القرار ده اللي واخده مش يعني عفوا يعني مش واخده كده اعتباطا، ده هو عنده القدره ان هو يعرف حاجات احنا مش عارفينها ووراها كمان حكمه، زي قصه سيدنا موسى وسيدنا خضر. صحيح. وفي سوره الكهف لينا مرجع، خليني اختم معاكم لقائنا وافتكر واذكركم، وهو مناسب لكلام استاذ يحيى، كلام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته بالامس: لا تسمحوا لاحد ان يفرق بينكم، وكونوا على قلبي رجل واحد، ما قدمتموه للجيش لن ينسى ابدا، وحان الوقت لرد الجميل. مبادره الرئيس السادات للسلام بعد الحرب عجزت ان قراءاته للواقع كانت سابقه لعصرها، واخيرا والمهم جدا لم نترك شبرا في سيناء دون تنميته، وهناك تحديات وصعوبات سنتجاوزها. انا بشكر حضرتك استاذ يحيى مصطفى، المحلل السياسي ومدير اقليم القناه وسيناء لمجموعه 73 مؤرخين، نورتنا وشرفتنا. شكرا. بالتأكيد بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ومن نصر النصر المصري يا رب. هترككم في أمان الله ورعايته، حلقة جديدة بكرة من فريق البرنامج. شكرا لكم.